جينا عشان ندعم كل زملائنا وكل صناع السينما اللي مقدمين اعمال هايله. احنا كنا لسه بنتكلم في ده قد ايه في افلام فعلا بنحبها جدا مترشح الجوائز، ونتمنى ان هي تاخد كل افلام اللي بنحبها تاخد جوائز. يعني زي ما هي بالظبط، انا مبسوطه جدا مبسوطه جدا ان انا موجوده النهارده ومتحمسه، لانه اغلب الافلام اللي موجوده النهارده هي افلام متميزه جدا، والقائمين على صناعتها هم مخرجين شباب ومنتجين شباب وفنانين شباب، واعتقد ان دي حاجه مهمه قوي لينا يعني كفنانين. بص الحقيقه ما كناش عارفين الرؤيه، ما كانتش واضحه في اول اسبوع رمضان، بس بعدين تفاجئنا جدا بالنجاح اللي تلقاه طايا، ومبسوطه جدا بالعمل مع عمرو سلامه، كان نفسي اشتغل معاه من كتير قوي، ومبسوطه العمل مع عمرو يوسف للمره الثانيه بعد جراند اوتيل، والحمد لله مبسوطه بنجاح المسلسل. انا بيعرض لي حاليا مسلسل ابواب الشك، وبعديه هيعرض لي مسلسل طلعت روحي، واتمنى انه يعجب الناس ان شاء الله. السينما حاليا يعني احنا المفروض شغالين على فيلم، بس يعني لسه بيتكتب ولسه بدري قوي، فمش هقدر اتكلم. مخلص فيلم التاريخ السري الكوثر، تاليف واخراج استاذ محمد امين، وبطوله نجوم كثيره جدا، فنانه ليلى علوي وفنانه زينه واحمد حاتم ونجوم كثير جدا، وبحضر الفيلم القصير اسمه هنا حلب اخراج عادل احمد يحيى. شاركت المفروض بس هو كله فنانين سوريين يعني، فمتحمسه للعمل معاكم. يا رب نقدر دايما نقدم لكم حاجات بتحبوها وتعجبوا بيها، ويكون دايما لأعمالنا اهداف. يعني احنا بنشكركم على دعمكم لينا وعلى مساندتكم لينا، ويا رب يعني نقدر ان احنا نقدم لكم زي ما ماي بتقول بالظبط يعني حاجات كويسه بس.